في عهد الملك سلمان يعيش الكثير من أبناء المملكة في فقر وارتفاع تكاليف الحياة وارتفاع الضرائب دون عناية أو رعاية لمن يتعلقون برقبة الملك من أبناء رعيته وأبناء شعبه. ما سخرت الله الحاصل في ثلاثة عيال وهذه بنتي وما يقربت ما خرجت الشارع. هذه أنت تدمر. ما عندك راتب من الضمان؟ لا السلام عليكم. كيف حالك الطيب؟ الله يحييك. ايش عندك هنا؟ طعام لي وليس. انت سعودي؟ ايه سعودي. هذا اكلكم يعني وليش؟ والله ناخذ طعام لي وليس. تاخذ من الحاوية؟ ما عندك وظيفة؟ لا والله. السلام عليكم. بالله يشوفه أنا والله العظيم من اليوم أنا أشوفه المغرب طبعا 100% أنها سعودية. شوف تلقط من الزبائن وتاخذ قواطي وتاخذ أكل، فالواحد يحمد ربه على النعمة شوية يعني. شوف قدام عيوكم يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. اليوم السادس من شهر رمضان المبارك عام 1438. هؤلاء العوائل ينتظرون العوائل ينتظرون التفطير التابع لجمعية ميكال الخيرية. التفطير هذا تقريبا من أكثر من 20 سنة كل العوائل محتاجة. هذه الوجبة حبة مع الرز. هذه ملحقات الوجبة، عصير لبن جبنة للشباب جزاهم الله خير. تمر يا اخوان، تم تزيين قبل قليل 50 دجاجة وهي ما تكفي، وهذه الان اخر حبة الدجاجة تم توزيعها. الى الان انظروا للنساء اكثر تقريبا من 70 حرمة ما استلموا وجبة الافطار اليوم. نرجو من الاخوة الدعم ودعم الجمعية معكال، عندها عجز السنة هذه اكثر من 60 او 70 حرمة، اكثر من النص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاحد التاريخ 9/6/1436 هجري. تشرفت لاختي ام خالد صاحة رحيل محمد الصبي لزيارتها، وهي تشكي معونتها مثل ما انتم شايفين المجاري، ولا في اي شخص قام بالفعل الخير. راجعت الخيرية ولم تستفيد اي شيء، وكذلك الجهات المختصة مثل البلدية ولا تستفيد اي شيء، وهذه هي دامي تطرح لكم قصتها. مرحبا يا خالة. هلا بك يا هلا. قولي قصتك حتى يوصل صوتك للكبار والمسؤولين ان شاء الله. والله يا ولدي قصتي هاللي تشوف، هذا بيتي وانا حتى جيراني اشتكوا مني، وقدمت للخيريات وقدمت للبلدية وما خليت مثال ما رحت له. رفعت برقية للملك وانا بالرياض لرحمت فها عبد الله، الله يرحمه الله يرحمه، ولها الحين والله يا ولدي ما جاني رد. ويوم اني جيت الخيرية جاتني لجنة كاملة، منهم ناجي الصلبي ومنهم خيران، واحد عندنا مطوع بتحفيظ القرآن من الجمعية الخيرية. وجوني يمكن حوالي 6 أشخاص من الجمعية الخيرية، وكشفوا على بيتي وشافوا بيتي وقالوا البيت هذا آي الله السقوط، وشافوا كل شيء والله يا ولدي. وكل يوم يطيح علي أنا وعيالي من الله المستعان، من الله المستعان. واليوم يا ولدي هل تشوف هذا
شوفه يا هذا بابي مكسور عكس حتى اجيب عامل. انا يا ولدي اناشد اهل الخير واناشد اهل القلوب الرحيمه واناشد ملوكنا الله يطول باعمارهم اللهم انهم يساعدوني ويساعدوا يشوفون وضعي. انا مره عندي 10 عيال اعولهم ما لهم عائل الا الله ثم انا واعول اسره اخويا المسجون بسجن القريات ما لهم الا الله ثم انا. وانا ارجو من اخواني المسلمين واهل القلوب الرحيمه انهم يساعدوني بما يشوفونه مناسب لحالي. الله المستعان. والله يتزهم مثل ما تعرفين يا خالتي انا والله ما املك الا حائز. والله يا ولدي ما قصرت انت عطيتني الله يطول عمرك وجعلها ميزان حسناتك. اللهم امين يا خاله. الله يوفقك. اهم شيء اللي نبيه منك يا خاله الحين تقولين مثلا رقم جوالك حتى مثلا اذا صار الفيديو هذا عند اهل اصحاب الخير علشان يقولونه. والله يا ولدي ما انا حافظتها اعطيك رقم جوالي وانت حطه. ما في اي مشكله يا خاله. والله يا ولدي انا ما حافظه الارقام اعطيك. أنا اسمي رحمة سعودية وهذا بيتي. هذه أيضا أم حسن وقرى كثيرة متنافرة بين جبال وسهول الساحل السعودي على البحر الأحمر يصعب الوصول إليها إلا لمن أراد أن يشاهد بعينيه نمط الحياة البدائية التي يعيشها سكان هذه المنطقة. لا والله ماني مرتاحة لحالي. هذا الشباب مساكين يروحون في شغلتهم ولا يجينا الواحد اللي بعد وقت. ليس بعيدا عن طريق الساحل الرابط بين مدن مزدهرة وقريبا من مدينة القنفلة تتوارى خجلا عشرات القرى البدائية خلف جبال وتلال وعرة المسلك وأحيانا داخل حفر طبيعية كبيرة وكأنها تدس وجهها في التراب حزنا على حظوظ لها في التنمية. تحيط رحمة بيتها العشة بسياج حديدي شائك لا يشيع استخدامه إلا لتسوير حظائر الأغنام وتصنع لها بابا من قماش في أرض خاوية لا يجاورها فيها إلا برد الشتاء القارس وحرارة الصيف وحمار تورط في خدمة نقلها إلى أماكن بعيدة عندما يشتد بها المرض أو الجوع. تعيش الكهنتان أم حسن ورحمة وآلاف الأسر السعودية في مناطق فقر تغيب عنها أبسط ضروريات الحياة اليومية وتعد تحت خط الفقر بأميال عديدة وفي صحراء لا تجلب سمومها رعاية صحية ولا يدا حكومية تنتشلهم من فقرهم عدا بضع مئات من ريالات صندوق الضمان الاجتماعي يلتهمها الفقر بلمح البصر. تحت خط الفقر تعيش أم حسن وغيرها آلاف ها هنا مما جعلنا نأتي لتصوير تقرير عن أرض بها فقراء لكننا انغمسنا بأرض كلها فقر. صوت الخلف العربية من خريص إحدى ضواحي القنفذة.